كان عمري 6 سنين وقت قبل عمي تحشر فيه لأول مرة. وفي ليلة كنا لوحنا بالبيت عند أهلي واغتصبني. بس هيدا منا قصتي، هيدا قصة رانيا. الأسعار صارت بتخوف، وأرقام ضحايا العنف بتخوف أكتر. بس هلأ مش وقتها. عم نموت عبيب المستشفيات، وعم نموت من التعنيف. بس هلأ مش وقتها. أزمات البلد كتيرة، بس حمايتنا ما بتحمل تأجيل. بالأولوية ما في أفضلية، حماية النساء دايما وقتها. يمكن مزبوط، يمكن الناس أولوياتها كتير كتير تغيرت وعم بتعيش حياة كتير كتير صعبة، ولكن من وراء هيدي الحملة نحن حبينا إنه نقول إنه إذا مش هلأ عم نتطرق لموضوع مثل حماية المرأة وحقوق المرأة، حيكون كتير 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 مأخر إنه نقدر نتطرق لهيدا الموضوع. مع قبل اشتداد الأزمة الاقتصادية والمصرفية والصحية اللي عم نعيشها بلبنان، فينا نجي نقول أنه كانت النساء ولو هي عم تتعرض للعنف بنسب كانت أيضاً مرتفعة إلى حد كبير، إنما كان نسبة التبليغ عن هذا العنف كانت مرتفعة أكثر. جرائم الاقتصاد عم تبقى بالعتمة، بس أنه سبايا يعني مش وقتها هلأ ندوي عليها. يلا سكت. ما بقى تكون هون. يعني أنتم مثلنا بتأمنوا أنه عن جد هالموضوع ما بقى يحمل تأجيل، خصوصاً أنه كرمالها هالجرائم عم بتزيد وما حدا عم بيدوي عليها، بس لأنه هلأ مش وقتها بظل الظروف اللي عم يقطع فيها البلد. إذا أنت أو حدا بتعرفي بحاجة لحماية، اتصلي بهيدا الرقم. في كتير بنات عم بيسكتوا ومفاكرين أنه هلأ منه وقتها، بس هيدا الموضوع أولوية، هيدا الموضوع لازم دايماً يكون وقته.